السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلام. فيديو النهاردة هنتكلم فيه عن اقوى البرامج اللي انت تقدر ترجع منها الصور بسبب فيروس الفيديو الاونلاين او الاوفلاين. هتقدر ترجع صورك المتشفرة باذن الله بنسبة 80% ل 90%. ناس كتير مجرباه، بس هي المشكلة ان هو بيشتغل على صور الموبايل وصور الكاميرات اللي جودتها كويسة، وهيقدر يرجع لك الصور بتاعتك حتى لو بعد 3 4 سنين فاتوا، هيقدر يرجعهم لك برضو. بس عن النظام الجديد، يعني لو انت اتصبت النهاردة مثلا بفيروس الفدية، البرنامج ممكن يحل لك بعض الصور وممكن لا، عشان الناس برضو ما ترجعش تكلمني وتقول لي البرنامج مش شغال معاه. لا، هو بيشتغل على صور وصور معينة. يعني انت ما تجربش على صور مثلا متصورة بكاميرا فيديو بعد كده تقف، لا، جرب على صور بالموبايل، صور قديمة عندك خالص، حاول تجرب جميع الصور اللي عندك، ما توقفش على عدد معين من الصور. ومن غير ما اطول عليكم تعال نبص على الشرح. اول حاجة هتعملها تفتح الرابط اللي انا سايبهولك تحت في الوصف، هتلاقيه تحت الفيديو، موقع سهل جدا في التنزيل. اول حاجة، هو حجم البرنامج كله 8 ميجا. اول حاجة هتدوس على فري داونلود، هتنزل تحت، هتستنى 10 ثواني او 30 ثانية على حسب. هتيجي هنا تقول له انا ليس برنامج روبوت، هتدوس عليه كده. ساعات بيجي لك صور تختارها برضو ودوس تحقق، وهتلاقي برضو عمل لك علامة الصح دي. بعد سنة هتدوس كليك داونلود، هيجي لك الصفحات دي لما تقفلها، هتدوس هنا كليك داونلود، هيظهر لك اهو. انا البرنامج عندي اصلا، بس هنزله تاني مفيش مشكلة عشان الناس برضو تشوفه. كده مش عايز انا، هينزل البرنامج معاك بالشكل ده كده. هتدوس عليه كليك يمين وتستخرج الملفات بتاعتك، ومن فولدر اوكي هيظهر معاك بالشكل ده كده. ادي ده البرنامج يا جماعة، وادي السيريال بتاعه. كراك ده بتاعه هيخلص يوم 21. كل اللي عليك هتدوس هنا كليكين، هيفتح معاك البرنامج بالشكل ده كده. زي ما انا قلت لكم يا جماعه، البرنامج ده انا شاريه، النسخه كانت لمده شهر، هتنتهي 21. اول حاجه هتعملها عشان تضيف الكراك، هتيجي هنا هتلاقي كلمه تسجيل، هتسحب الكراك ده اللي هو بالشكل ده كده، هتسحبه تاخده كوبي وهتضيفه هنا وتقول له اوكي. بعد كده هتيجي على الكلمه دي كده، هتعلم عليها، تيجي هنا شوف انت جمعت الصور بتاعتك فين اللي هي فيها فيروس الفيديو، هتجمعها في اي فولدر صغير، 10 صور 11 صورة براحتك انت هتجرب. بس الاول انا مثلا عامل على الديسك توب شغل مثلا كلمة ايه فين صور، هدوس عليها كده هتظهر لك بالشكل ده انها فاضية. لكن لا، ما تقلقش من الكلمة دي خالص او الشكل ده، لان انا هو هنا تمام. الصور ايه ظهر عندي زي السياق كلها اللي عندكم، انت ما تقلقش من الشكل ده. هو انتو ستارت فيديو، بس هو هنا بيتعرف على اسم الفيروس، كان اوتوماتيك او اونلاين يعني او اوفلاين، يعني هو يتعامل يعني اوتوماتيك. ده النوع اللي عندي VWIA، هو بيشتغل على جميع السياق برضو من الفيروسات اللي هي فيها مشكلة. يعني 3/4 فيروسات الفدية هو بيحلها بإذن الله في موضوع الصور. نفس الموضوع هنا، هتدوس هنا برضو، هتعلم هنا وهتعلم هنا وهتقول له رن بس، وتسيبه بقى هو هيشتغل لوحده اوتوماتيك. هو بياخد وقت شوية كمان، انت ما تقلقش من حاجة. او ابتدى يظهر الصور اهو،
الصورة القرب بتاعها عامل ازاي؟ اهو كده رجع معايا 4 صور اهو من اصل الصور 5، عشان الناس برضو تبقى شايفة الكواليتي بتاع الصور عامل ازاي. وان شاء الله خير، يعني لو في اي مشكلة في البرنامج تابعنا على اليوتيوب او اكتب لي في التعليقات تحت، وانا ان شاء الله اوصل لك لحل. وحتى لو الكراك قفل معاك، في حل تاني اللي انت تقدر تشيل العلامة المائية منه، ما فيش اي مشكلة. يا رب يكون الشرح عجبكم، مستني كل اخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.